بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا. نسألك الثبات في الأمر، ونسألك عزيمة الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وذريتنا ومرضانا وموتانا ومكروبنا وعلمائنا ومشايخنا وآل بيت نبينا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. وكنا توقفنا لمدة 4 شهور، واليوم نكمل ما بدأناه في الحجر. فصل في حجر السفيه والمفلس. نقرأ ما في الهامش أولا، ثم فصل في حجر السفيه والمفلس. والحجر لغة المنع، وشرعا منع التصرف في المال بخلاف التصرف في غيره كالطلاق فينفذ من السفيه. وجعل المصنف الحجر على 6 من الأشخاص، هو طبعا على أكثر، يعني أكثر من 70 وجه، لكن هو هنا من باب الاختصار خلاه على 6 من الأشخاص على سبيل إيه؟ التعليم للأطفال. لكن لو دخلت في الكتب الكبيرة تجد إلى يعني عشرات الأنواع. والحجر على 6 من الأشخاص: الصبي والمجنون والسفيه. وفسره المفسر بقوله: المبذر لماله، يعني السفيه هو المبذر لماله، أي بصرفه في غير مصارفه. والمفلس، وهو لغة من صار ماله فلوسا ثم كن به عن قلة المال أو عدمه، وشرعا الشخص الذي ارتكبته الديون ولا يفي ماله بدينه أو ديونه. والمريض المخوف عليه من مرضه. والحجر عليه فيما زاد على الثلث، وهو ثلث التركة لأجل حق الورثة، هذا إن لم يكن على المريض دين. فإن كان عليه دين يستغرق تركته، حجر عليه في الثلث وما زاد عليه. والعبد الذي يؤذن له في التجارة فلا يصح تصرفه بغير إذن سيده. الذي لم يؤذن له في التجارة فلا يصح تصرفه بغير إذن سيده. وسكت المصنف عن أشياء من الحجر مذكورة في المطولات، منها الحجر على المرتد لحق المسلمين، ومن الحجر على الراهن لحق المرتهن. وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح. نقف عند التصرفات، خلينا في أنواع المحجور عليهم الأول، لأن التصرفات ده موضوع تاني. هو الحجر هذا من الأبواب الرحمة على المسلمين، من رحمة الشرع على المسلم أن يمنعه من حرية التصرف إذا كان تصرفه يضر نفسه أو يضر غيره، يبقى دي من باب الرحمة، لأن الحجر هو منعه من التصرف في ماله. أحيانا الإنسان يكون في حالة لو تصرف في ماله يضر في نفسه، إذا كان صغير السن، إذا كان مجنون، إذا كان سفيه، يبقى أحيانا يكون الحجر لمصلحة المحجور عليه، لصغر السن أو السفه أو الجنون، فيبقى ده المصلحة. ويبقى من حكمة الشرع ورحمة بالإنسان أن يحجر عليه في مثل هذه الحالة. وأحيانا يكون الحجر لمصلحة الغير حتى لا تظلم غيرك، يميد الشرع يحجر عليك عشان ما تندادش ظلما لغيرك، زي المفلس الذي عليه ديون للناس وأفلس
يوم الشرع يمنعه من التحكم في ماله حتى يسدد ديونه رغما عن أنفه، حتى إذا مات لا يموت عليه دين. يبقى بيحجب من أجل مصلحة الغير في العاجل في الدنيا، ومن أجل مصلحة المحجور عليه في الآجل يعني في الآخر. يبقى الحجر قد يكون لمصلحة المحجور عليه في الدنيا قبل الآخرة كالصغير والسفيه والمجنون، وقد يكون لمصلحة الغير ولمصلحة المحجور عليه في الآخرة كالمفلس والراهن والمرتد. كل هذه الأشياء قد تدعي الإنسان يعني يرجع إلى رشده مرة أخرى. لكن الأصل في الشرع أن الإنسان حر في التصرف فيما يملك، الأصل كده. والحج يأتي ضد الأصل. إذا كان هذا الأصل الحق المخول للإنسان في تصرفه فيما يملك يؤدي إلى ضرر عليه أو على غيره، يقوم يجي الشرع يسحب هذا الحق يحجب. يبقى الحج إيه؟ هو منع الشخص من التصرف فيما يملك، ليس في كل شيء، فيما يملك فقط من مال. لكنه المحجور عليه ممكن يطلق ملوش حاجة، ممكن يتزوج يتجوز، ممكن يعبد ربه، مش هيمنعه من الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة، ما يمنعوش مثلا من مساعدة الغير وهكذا، لكن يمنعه من التصرف في ماله إذا وصل إلى درجة لا يصلح أن يتصرف. تكلمنا على أنواع المحجور عليهم في الجلسات السابقة، وقفنا على الحجر على المريض. وليس كل مرض، المريض الذي يكون في مرض يؤدي به إلى الوفاة، يعني خلاص في مرحلة بعد فترة بسيطة أو قد تكون في الحال، لأن المرض كان يميت في الحال وقد يميت بعد فترة، يصبح ماله ملك الورثة. فأحيانا الإنسان في مثل هذه الحالة لما يصل إلى هذا المرض يسيء التصرف في ماله، أحيانا بيكره الورثة بتاعه فعايز يحرمه من ميراثه، يقوم إيه؟ يروح مفرتك الإرشينات اللي عنده كلها في مرض وفاة. يقوم يجي الشرع يقول لا، من أجل بقى حماية الورثة وحتى لا تموت ظالم لهم، يقوم يقول له تصرف في التلت بس، وأكثر من التلت بإجازة الورثة، لازم تاخد رأيهم يوافق، لأن الوصية الرسول قال عليها إيه؟ الثلث والثلث كثير. يبقى إيه؟ يبقى يقوم يقول له أنت تصرف فيما أعطاك الشرع حرية التصرف فيه وهو ثلث مالك اللي هي الوصية، ليك تتصرف فيه، أزيد من الثلث ما ينفعش، لا تتصرف. فإن تصرف في ماله كله نحكم بتصرفه في قدر الثلث ونلغي التلتين حماية للورث. واضح؟ يجي يطلق مراته عشان كانت غيظة في مرض وفاته، يقوم الشرع يورث مراته برضه. ليه؟ لأنه هو يعني شكله كده عايز يحرمها، يموت ظالمها، يقوم الشرع يقول له لا مش هخليك ظالم، يمنعه حتى من الظلم، يقوم يورث. خدت بالك؟ يبقى ايه؟ الحجر ده رحمة من رحمات الشرع على المسلم، وليس قيد الإنسان يحاول يتخلص منه، بل بالعكس ده من رحمات الشرع على الإنسان. احنا قلنا مش محجور عليه في كل حاجة. هو هنا في الحالة دي المريض بقى في مرض الوفاة لو طلق والقرائن تبين ان هو بيطلع علشان يمنعها من الارث، يديله خلاف ظنه، ما يوقعش الطلاق، واخد بالك؟ خصوصا هتبقى في العدة كمان، هتبقى ما زالت في عدتها يعني لها علقة دي، فيروح ايه مورثها. قوله والمريض، بيقول الشيخ البيجوري هنا والمريض أي حقيقة أو حكما، يعني في مريض حقيقي عنده مرض فعلا، دخل العناية المركزة وحيعمل عملية خطيرة وقالوا له إقرار موافق على عملية خطيرة وقد تولي إلى الحياة إلى الوفاة، وراح مدع على الإقرار وحيدخل أوضة العمليات بكرة. لا ده بقى ده خلاص، ده يبقى ده مرض حقيقي مخوف ممكن ينتهي بالوفاة، يبقى ده المرض ده بقى النوع ده هو اللي نحجر فيه. لكن عنده خراج رايح
يحشي ضرسه وجعه طول الليل، ده ولا حاجة، ده مش مرض. فهمت؟ يبقى لازم يكون مرض خطير مخوف، يعني قد يؤدي إلى الوفاة. واضح؟ حقيقي أو حكمي. حكمي يعني إيه؟ حكما يعني هديك أمثلة بأن وصل إلى حالة يقطع بموته فيها كالتقديم للقتل. حكمت عليه المحكمة بالإعدام في قضية من القضايا، فيبقى خلاص لحين تنفيذ الحكم، من إصدار الحكم لحين تنفيذ الحكم محجور عليه، ما يتصرفش إلا في ثلث ماله بس. واضح؟ واضطراب الريح في حق راكب السفينة، أو ده يعتبر برضه كأنه هيموت برضه. حصلت عاصفة شديدة في السفينة وهو راكب سفينة في البحر، والسفينة تكاد تغرق، يقوم يحجر عليه في الحالة دي. لو قال حاجة أكتر من وصى أكتر من ثلث ماله لا ينفذ. واضح؟ والتحام القتال، برضه قامت الحرب وهو جندي في الساحة، يعتبر ده كأنه إيه؟ مرض مخوف حكمي، حكما. وأسر من اعتاد من أسره قتل الأسير. أسروا اليهود مثلا، واليهود معتدين أن يقتلوا الأسرى مثلا. أو أسروا مثلا الأمريكان، والأمريكان معتدين أن هم يقتلوا الأسرى. يبقى مجرد أسره حجر عليه. ليه؟ لأنه ممكن ينتهي بالوفاة. ووقوع الطاعون في أمثاله. انتشر الطاعون بين مثلا الشباب وهو شاب، بين الأطفال وهو طفل، بين الشيوخ وهو شيخ، في قرية من القرى اللي هو مقيم فيها وكان ساكن فيها. يعني وباء يموت، وباء مرض يموت. ووقوع الطاعون في أمثاله، دي كلها أمثلة احنا نقول عليها الوقت برضو. واللي عنده مثلا ايدز، اللي جاله ايدز، اللي عنده ورم خبيث، في اورام خبيثه تموت في سنه، سنه ونص بالكتير، يوم ما يعيش يعني وطال هي سنتين. معروف عند الاطباء اللي شغاله في الاورام، مش هقول لكم عليها عشان ما تتشائموش من بعض قرايبكم اللي عندهم هذه الامراض، لكن في امراض معروفه. المرض اللي يجي له ده ان شاء الله 6 أشهر بقى بالكتير، ده 2 شهر بالكتير. لكن ربنا بيخلف احيانا، يخلف توقع الطبيب احيانا، لكن في الغالب بيبقى من خلال خبرة الطبيب بيبقى كلامه بيقول ده بيموت، مرض ملوش علاج او علاج غير حاسم. فعندنا ممكن ندي امثلة كتيرة بقى عن امثلة الشيخ البيجوري لتقدم علم الطب الان. لكن الشيخ البيجوري ادالك امثلة على قدر علمه في عصره، كلام من 300 سنة غير اما يبقى الوقت. والحجر على المريض انما هو في التبرعات. المريض اما بنحجر عليه، بنحجر عليه في ايه؟ في الحاجات اللي هيتبرع فيها، كصدقه وهبه ووصيه وعتق. لكن هو عليه ديون بيسددها، ما نحجرش عليه. افرض هو انا خلاص عرفت ان ده مرض في النهايه، وانا عليا ديون عند ناس، عندي ده عايز ياخد مني 1,000,000 جنيه، وده 100,000، وده 200,000، وانا كل ما املكه قد ديوني، رحت مسدد ديوني، ما يقدروش يحجروا عليا. يحجروا عليا ايه؟ بسدد ديوني. فهمت بقى ازاي؟ يبقى الحجر في التبرعات، الهبات، انما مش في تسديد الديون. واضح؟ انما هو، والحجر على المريض انما هو في التبرعات، كصدقه وهبة ووصية وعتق، بخلاف وفاء الديون التي عليه وبيع ماله. أنا ممكن أبيع، هبيع بس هاخد الثمن، هشيله في رصيدي، ما يقدرش يمنعني من بيع. أبيع، لكن يقدر يمنعني من إن أنا أتصرف في الثمن ده كله في صورة إيه؟ تبرع. أروح بايع كل ما أملك واحطه في الجامع اللي بيتبني. الله، طب واحنا هنروح فين بقى؟ العيال الورثه هتروح فين؟ تضيع يعني؟ يقوم يقولوا لا، ثلث المال بس يروح للجامع والباقي ناخده. ياخدوه بعد ما يموت، مش هياخدوه بدري، بس
يفضل محجور عليه لحد ما نشوف هيخف من المرض ده، خلاص يرفع الحج يتصرف زي ما عايز. افرض خف وخالف كل التوقعات، خلاص اترفع الحج. لكن مات خلاص، يبقى كده احنا حميناه من انه يظلم غيره. وبيع ماله ولا يحتاج في الحجر عليه الى ضرب قاضي، يعني ما يحتاجش حكم محكمة. المريض السفيه يحتاج حكم محكمة، اثبت انه سفيه علشان القاضي يحكم انه محجور عليه مثلا، السفيه. لكن المريض مش محتاج حكم محكمة، ده محجور عليه بحكم الشرع، واضح؟ مش محتاج حكم قاضي. ولا يحتاج في الحجر عليه الى ضرب قاض، لانه محجور عليه شرعا لا حسا، ويرتفع الحجر عنه بالصحة. يرتفع الحجر عن المريض ان ربنا ايه يشفيه، انه يرجع من الحرب اللي كانت مميتة قاتلة دي، بعد ما كان في حرب قاتلة مات نص الجنود، هو رجع سليم الحمد لله خير وبركة، يبقى ارتفع الحجر. لكن هو رايح الحرب لا، محجور عليه، واضح؟ قامت العاصفة والسفينة او احترقت الطائرة اللي كان راكبها، وبعدين بعد شهر طلع ان هو نجي ونزل في البحر على مركب وجاء وعمر الشقي بقى، سبحان الله، خلاص ما يجرش حاجة. يبقى مجرد تبين انه خلاص رجع صحته تاني او زال عنه الخطر، خلاص. ويرتفع الحجر عنه بالصحة، ويتبين بها نفوذ تصرفه. لو كان تصرف في الفترة اللي هو دي في امور، تبقى تصرفه ده موقوف، لو مات ما يتنفس الا في حدود الثلث. طب افرض تصرف في الفترة دي اكثر من الثلث، وعدت الفترة دي ورجع ناجي سليم، ينفذ تصرفه لانه كان مالك ماله، يتصرف فيه زي ما عايز، واضح؟ يبقى تصرفه معلق لحين ظهور صحته. ظهر صحته اتنفذ تصرفاته كلها لانه مش محجور عليه، والانسان حر في ماله. طيب بان انه مات، ننفذ تصرفه في حدود الثلث بس، ونحمي التلتين للورثه. فهمت؟ ايوه. ما هو نفس الحكاية، حس وهو في الحتة الغايب فيها دي، اتصرف باع أرضه، قابل واحد هناك وهو كان مثلا في الحرب اللي هناك، قال أنا عندي أرض في مصر 20 فدان، إيه رأيك تشتريها مني ب20 مليون؟ قال له موافق، راح كاتبين عقد ونفذه، واخد بالك؟ ورجع بلده سليم، اتنفذ البيع، رجع بلده جثة. يجي الراجل يقول له لا انا، نقول له لا ينفذ، تشتري تلت الارض بس، تلت الارض مش كل الارض، ينفذ في الثلث والباقي ياخدوا الورثه. فهم؟ قوله المخوف عليه من مرضه، مش اي مرض بقى، مش يجي له دور زكام نحجر عليه، يجي له دور كحه نحكم عليه، ما ينفع. يبقى لازم مرض عضال، يعني يودي بالوفاه. مش يقولوا دور سكر، ما الناس بيجي لها سكر بيعيشها 50 سنة عنده سكر، يقول لك ده مرض مزمن، ما يجراش حاجة بس مش مخوف، واضح؟ يجي له ضغط ارتفع عادي، ضغطه ارتفع، ممكن واحد يعيش ضغطه مرتفع وياخد علاج 20-30 سنة. لكن لما تبقى أمراض تودي للوفاة، مسرعة بالوفاة، هي دي بس. المخوف عليه من مرضي بأن كان به مرض مخوف، ولو مات بغيره أو غير مخوف ومات به لتبين أنه مخوف. يبقى افرض مرض مرضا بسيط، جاله دور انفلونزا مش محجور عليه، وتصرف زي ما هو عايز، وبعدين الانفلونزا دي قلبت بالتهاب رئوي ودخل المستشفى ومات. الانفلونزا ما تموتش بس موتته. نقوم نبتدي من أول ما ده ما مرض بالانفلونزا لحد ما مات، نشوف تصرفاته إيه، وننفذ فيها الثلث بس والباقي لا. فهم؟ طب افرض دخل العنايه المركزه بمرض مخوف بيموت غالبا، ذبحه شديده في القلب، وقلبه وقف وعملوا له تدليك ورجع تاني وبتاع، وقعد في جهاز التنفس
وبقى الحمد لله عدينا عليه بعد اسبوع، رجع التاني وعيه، رجع تاني وشالوا الجهاز التنفسي وبقى يتكلم ويعرف زواره. وبعدين خلاص حلو قوي. وبعدين بصينا لقيناه جاله دور انفلونزا، بعد ما حصل له كده راح مات من الانفلونزا مش من المرض المخوف، يبقى محجور عليه بره. يعني مش شرط يبقى المرض المخوف ده هو اللي موته، فاهم؟ افرض مرض مخوف لكن مات بغيره، محجور عليه. افرض مرض غير مخوف لكن مات به، محجور عليه. لان العبره ان يموت به، انه يتصل الوفاه بالمرض. واضح؟ يجوا الورثه يرفعوا يروحوا للقاضي، يروح القاضي واقف، واقف البيع، يجيب المالك يقول له خد اللي انت دفعته ننفذ ليك في التلت. طب هل ده ما يبقاش فيه، الا لو الورثه اجازوا فعله؟ لا ابدا، مش ظلم للمشتري ولا حاجه، مش ظلم، قدره كده، هيعمل ايه، نصيب، لازم يرضى بقدره. افرض الورثه وافقوا ما عملوش قضيه ولا حاجه، خلاص، لان هي اصلا الحجر لمصلحه الورثه، الورثه مستغنيين مش فارقه معاهم، خلاص ولا حد هيسال. فهمت بقى المساله؟ لكن لو الورثه تاذوا، بصوا لابوهم باع العماره اللي هم ساكنين فيها وهيجي الراجل يطردهم، هم ما لهمش شقه تانية بعد ما دخل العنايه المركزه، عشان قالوا له ده العلاج بتاعك في امريكا، وفي امريكا هيكلفك 5 مليون جنيه. قال لهم طبعا عندي عماره ب 5 مليون، اديني ال 5 مليون هروح اتعالج. عمل العقد من هنا وتاني يوم فطس مات. العيال اللي انا في الشارع، فهمت؟ ما ينفعش، لازم الشرع برضه يحمي الحي ويحمي الميت. بأن كان به مرض مخوف ولو مات بغيره، أو غير مخوف ومات به لتبين أنه مخوف. ومن المخوف قولونج، هيدي لك أمثلة لأمراض بتتعالج دلوقتي سهلة، كانت أيامه تموت. دلوقتي إحنا ما نكتبهاش. ايه عنده قولون عصبي يعني؟ قولونج يعني ما ينفعش. يا اما بقى يقصد قولونج يعني عنده، لان في بعض الاورام السرطانيه تيجي في القولون وممكن تعمل مشاكل وتموت الانسان في خلال سنه ونص سنتين. يبقى اذا كان قولونج يعني ورم خبيث، انما لو قولون عصبي نقول له لا، يفتح الله، مش اي مرض، دوسوم تاريا، ايه دوسوم تاريا؟ ما تموتش. فهمتني بقى ازاي؟ هو بيدي لك أمثلة على حسب الطب المعاصر له. ومن المخوف قولون وذات الجنب. ذات الجنب يعني كل ألم يجيه ياخد جنب واحد منه. ها؟ قولونج. قولونج يعني آلام في القولون. القولون وهو المصران الغليظ، الأمعاء الغليظة. اسمه كولون in English. كولون. وعلشان كده لما ترجموا الطب الابوكراتي والطب اللاتيني كتبوا قولون، كتبوه قولونج، جايه من الانجليزيه، فاهم؟ فهو اصلا اسمه كولون. واضح؟ وذات الجنب ورعاف دائم، يعني عنده نزيف دائم لا يتوقف من الانف. ده كان زمان بيموت، يفضل ينزف لحد ما يموت. دلوقتي أمبول لازكس وتهبط له ضغطه وتعمل له فتيل يخف، خلاص مش كده برضه؟ ورعاف دائم وإسهال متتابع، عنده إسهال ورا بعض، يجيله جفاف يموت على طول. دلوقتي نلحقه بمحاليل ودي مش عارف إيه ده يعدي. يبقى في بعض الأمراض أيام الشيخ البيجوري كانت قاتلة، دلوقتي مش قاتلة. وابتداء فالج، جاله بقى شلل نصفي. طب إحنا دلوقتي الشلل النصفي يجيله ويعيش بعديه 20 سنة ويعمل علاج طبيعي ويقعد يهكع ويتهكع ويسند على اولاده ويعيش 20 30 سنه، يبقى ما تعتبرش ايه؟ يعني مخوفه دلوقتي. وابتداء فالج، فالج يعني شلل. ذات الجنب الم شديد في الجنب. يقال انه الالم الشديد في الجنب ده يبقى عنده صدير على الرئه، عنده صدير على الكلى، عنده خراج في الكبد. كل دي يجي له ألم في جنب واحد، فهمت؟ يسموه ايه ذات الجنب، أي ألم في جنب واحد يسموه ذات الجنب.
لان الطب زمان ما كانش دقيق، ما بيمسكش كل عضو ويقول لك اه ده جاي له، لكن واجع بيقول ايه، واحد بيقول اه يا جنبي، يبقى اسمه ذات الجنب. جنبه ده قد يكون من الرئه، قد يكون من الضلع، قد يكون من الكلى، قد يكون من الكبد، قد يكون من الطحال. فهمتني ازاي؟ كان زمان اسمه كله ذات الجنب، 100 مرض كله اسمه مرض واحد ذات الجنب. فالوقت توسعت الامور، وابتداء فالج، فالج اللي هو شلل يعني، وحمى مطبقة يعني عنده حمى متواصلة باستمرار باستمرار مش عايزة تنزل، كل دي برضو كانت حاجات قاتلة. وطلق، واحدة داخلة في ولادة، كانت نسبة الوفيات في الولادات زمان تصل من 20-30% من اللي بيولدوا، يعني من 20-30%، يعني من كل 100 ست بتولد 30 يموتوا. شوف قد ايه تبقى داخله في ولاده، دي يعني داخله في موت، ممكن تموت، لانه ما كانش في تقدم في الطب. كان ممكن يحصل لها كمان حمى نفاس، حمى النفاس دي كانت تموت بنسبه 60%، اللي جالها حمى نفاس دي يا خلاص انتهت. دلوقتي حمى النفاس دي ولا ما بنشوفهاش اصلا، يعني ما بتحصلش. ليه؟ لان بقى في تعقيم وبقى في نظافه، ما بقيناش نشوف. يبقى وطلق وبقاء مشيمه، نزل العيل ونص المشيمه لازق جوه، ده لازق جوه، تفضل تنزف لحد ما تموت. انما دلوقتي بشويه كحك تنزل المشيمه وتروح بيتك، مفيش مشكله. لما بقى في طب غير ده، يبقى دي امثله لامراض كانت قاتله مخوفه في عصر الشيخ البيجوري، يبقى يضرب عليهم الحجر على هؤلاء اصحاب مثل هذه الامراض في التصرف في غير ايه، فيما زاد عن ثلث مالهم. قوله والحجر عليه اي على المريض، وقوله فيما زاد على الثلث، ما بنحجرش على كل ماله. المجنون نحجر على كل ماله، الصبي نحجر على كل ماله، فاهم؟ السفيه نحجر على كل ماله، المريض نحجر على ثلث ماله. واضح؟ القاضي يحكم بهذه الامور في الوقت الحالي؟ طبعا طبعا، احنا قلنا المريض ده مش محتاج حكم قاضي، يعني لو جاء دخل العنايه المركزه وتصرف في اكثر من ثلث ماله ومات، وجم الورثه تضرروا من تصرف ابيهم، كويس، يروحوا رافعين قضيه عند القاضي ويثبتوا ان تصرفه ده كان في فتره مرض، يروح القاضي يحكم بإيه؟ بإنه لا ينفذ تصرفاته إلا في الثلث بس. واضح؟ يعني القاضي بيعرف أنواع أمال إيه؟ طبعًا طبعًا. معروف في القضاء الحالي دلوقتي، والقضاء بتاعنا والقضاء إسلامي. إنما الجماعة الوهابية يقول لك لا ده مش قضاء إسلامي، لأنهم مش دارسين القانون بتاع المصري، ده كله قانون إسلامي 100%. في المواريث وفي الأحوال الشخصية، يقول لك طب وفين الحدود؟ الحدود زمن شبهة. بقى زمن شبهة، فتوقفت الحدود اللي عنده زمن شبهة. عارف لو كانوا بيرجموا الزاني واحنا في زمن شبهة، انا كنت ممكن اخليك تترجم، اجيب اربعه ادي لكل واحد 50 جنيه، يحلفوا ان شافوك بتزني ونرجمك وتموت. تصور بقى كل واحد من غاز من واحد يجيب له 4 شهود ويدي لكل واحد 50 جنيه، ويحلفوا ايمانه المسلمين ان شافوه بيزني، واثنين تانيين يجوا يحلفوا ان شافوك بتسرق وتتقطع ايدك. يرضيك الكلام ده؟ هم عايزين ينفذوا الحدود بقى بالطريقه دي، يرضيك الكلام؟ لكن المشرع المصري حكيم قال لك احنا زمن شبهه، لا يوجد شهود عدول، والشاهد دلوقتي بيدفع بيقبض ويقول اي حاجه. وسيدنا عمر بن الخطاب درء حد السرقه بسبب المجاعه، واحنا في زمن غلاء دلوقتي والناس جعانه، قاطع الهدن بتاعي دي. فهمتني ازاي؟ فتوقفت الحدود لدرء الشبهه، ادراء الحدود بالشبهات. فاصبح امام الحاكم ايه يعمل ايه؟ عقوبه يعملها رادعه بدل الحد لحين ما يرجع الحد. فبقى يعمل عقوبه كده يالفها الحاكم. اللي يسرق بدل ما نقطع ايده هنضربه على قفاه. هنحبسه 6 اشهر. عقوبه وخلاص مؤقته. مش معنى كده ان هو بينكر قطع اليد، لا، ده هو خايف يقطع يد بريء بس.
فهمتني بقى المسألة؟ يعني بعض البنود اللي الشريعة مطبقة مطبقة ما عدا بعض البنود اللي سهل تعديلها، انما مش كفار يعني بيحكموا بما لم ينزلوا والله زي ما بيقولوا على المنال. لا ما حدش كلها مستقاه من الشريعه. اذا كان القانون الفرنسي، القانون الفرنسي اللي يقول لك اصل القانون المصري متاخد من القانون الفرنسي، طب القانون الفرنسي متاخد منين؟ من مذهب المالكيه بتاع ابن رشد، واخدينه اصلا من الاندلس وصاغوه صياغه قانونيه وعملوا، واخد بالك؟ فاصلا حتى القانون الفرنسي اللي هو نابليون واحد ونابليون اثنين ونابليون ثلاثه، كل ده مصاب اصلا من القانون المالكي، من الفقه المالكي، بس مصاب صياغه قانونيه بس. هذه الحكايه. هو الفرنسيين كانوا هيعرفوا يجيبوا قوانين منين اصلا؟ لا عندهم شريعه ولا عندهم حاجه ما يعرفوش. فراحوا للاندلس لقوا عندهم قضاء، عندهم عراقه في الكتاب، فخدوا ترجموا وعملوا وضبوا القوانين وصلوا. هذه الحكايه كلها. لكن ايه لازم ايه المظاهرات ونحرق الاتوبيس ونحكم بما انزل الله ولم ينزله الله، ويا كفار يا مجرمين، شغل شياطين مش فاهمين حاجه. والحجر علي اي على المريض، وقوله فيما زاد على الثلث فلا حجر في الثلث، فله ان يتبرع به وتنفذ وصيته بالثلث، وان لم ترضى الورثه طالما في حدود الثلث خلاص، لان حقه بقى يتصرف فيه. الراجل عايز يعمل خير قبل ما يموت، فتبرع بالثلث لجامع مثلا ولا اليتيم ولا لاي حد، خلاص سيبه بقى ياخد ثواب الحكايه دي. وان لم ترضى الورثه ان لم تكن لوارث. طب افرض وصيته كانت لوارث، احنا عندنا في الشرع بتاعنا لا وصيه لوارث عند مذهب اهل السنه والجماعه، والشيعة عندهم الوصية تكون للوارث أيضا، والقانون المصري قد بمذهب الشيعة كله. فقال لك القانون المصري الحال يجيز الوصية للوارث. ليه طب أجازها القانون المصري؟ قال لأن حديث لا وصية لوارث حديث أصلا سنده فيه ضعف. دي أول حاجة. الحاجة الثانية أن قد يكون الموصي يرى ان احد وراثته فيه نوع من الضعف فعايز يميز. انا عندي 5 عيال منهم واد عنده شلل اطفال، فانا عايز اميز الواد ده لانه ضعيف ليس عنده قدره على الكسب، اروح مديله فوق نصيبه كمان فاوصي له، ما يجراش حاجه. انا عندي 5 عيال منهم عيل ولد اعمى والباقيين كلهم حلوين، عندي 5 عيال كل العيال اتعلمت وخدت وظائف، وده قعد معايا في التجاره بتاعتي يساعدني وما اتعلمش، فهو انا عايز اجازيه بحاجه زياده. فالشرع اخذ يعني القانون المصري خد بايه؟ بالوصيه للوارث، لاجل ان الاب قد يرى ان بعض اولاده يحتاج حاجه زياده. قد يكون مثلا اولادي كلهم انا جوزتهم في حياتي، والابن ده جالي وانا كبير ولسه في ابتدائي، والباقيين كلهم اتربوا واتجوزوا وخلصوا تعليمهم، يقوم ده يقبض زي ما دول يحبضوا بعد ما اموت انا. طب على ما يكبر يكون صرف اللي خده، يجي يتجوز ما يلاقيش الجوز، يقوم الاب اللي نظره ان ابنه ده ضعيف وصغير والباقيين كبروا واتجوزوا، يروح ايه مديله حاجه، يديله تلت تركته زائد نصيبه من الورث. ليه وجهه نظر. عشان كده الشارع المصري اخذ بايه؟ بقانون وصيه الوارث لهذه الاحتياجات كلها، الاحتمالات كلها، خصوصا انها مذهب فقهي معتبر. والحديث اللي منع بالوصيه الوارث حديث في اسناده نوع ضعف، اخذ به الفقهاء المذاهب الاربعه صحيح، لكن المذاهب الاربعه الاسلام اوسع من المذاهب الاربعه. واضح الكلام؟ وعلشان كده هنا شافعي، الشافعيه لا يجيز الوصيه الوارث، فان اوصى لوارث واضح تكون الوصيه لا تجوز وصيته الا باجازه الورثه. طب افرض واحد اوصى لوارث ومذهب الشافعي لا يجيز الوصيه للوارث، يجيز الوصيه للوارث باجازه الورثه بقى. افرض الاخوات قعدوا قالوا ابونا عنده حق فعلا، اخونا ده لسه ما اتجوزش وما اتعلمش، احنا اتعلمنا احنا موافقين ياخد، خلاص خير وبركه، تبقى تجوز بالاجماع. مش موافقين وعيال طماعه القانون يلزمهم لان ما خدش بايه؟ بلا وصيه الوارث. فهمت بقى المساله؟
هبة. لا الهبة دي في حال الحياة، إنما الوصية متعلقة لما بعد الموت. الهبة تصرف في حال الحياة، والوصية تصرف لما بعد الموت. واضح؟ في فرق. لا غير ملتزم بمذهب معين، وملتزم بما ينفع الناس في هذا العصر. يبص بقى ينقب في مذاهب المسلمين ويختار منها الآراء اللي هي يحتاجها أهل هذا العصر عشان ما يضيقش عليهم حياته. واضح؟ بس كان زمان أيام الحكم العثماني المشرع ملتزم بالمذهب الحنفي أيام الحكم العثماني، وكان تيجي كده ال اسمها ايه الجريدة العدلية، الجريدة العدلية دي أيام الملك وقبل الملك وشغلانة كبيرة، كانت كل فترة تنزل القوانين اللي هي معتمدة من خليفة المسلمين اللي هو الحاكم العثماني اللي على القضاء انه ينفذوه، وكلها مستقاه من المذهب الحنفي. جم المصريين بعد عصر محمد علي قالوا احنا عايزين نستقل عن الالزام المذهبي الخاص بالحنفي اللي بتلزمنا به الحكومه العثمانيه، عايزين احنا نعمل لنا جريده خاصه بينا تبقى ايه تحكم المصريين بمذهب اسلامي صحيح، بس ما نبقاش ملتزمين بالمذهب الحنفي بس ناخد. وفعلا ابتدت تستقل من عهد الخديوي اسماعيل، وابتدينا نعمل مش عارف ايه ونعمل ايه ونعمل لحد ما تطور وتعمل الدستور المصري بعد كده سنه 36، ويحيى سعد زغلول ومش عارف ايه وكفاح شديد وعملنا، واخد بالك، ويعني مراحل طويله مر بيها التاريخ القانوني المصري للي عايز يبقى يدرسه. في كتب في التاريخ القانوني المصري وتطوره ممكن تشتريها من السوق وتقراها، يعني ذكرى ازاي التاريخ القانون المصري تطور وابتدى ينتقل من المرحلة دي للمرحلة دي، لكن عمره ما اراد ان يخرج عن شرع الله في اي مرحلة من المراحل، بخلاف بقى ما يعتقد بعض الشباب المتحمس ان احنا ايه القانون بتاعنا قانون كافر لدرجة يحرمه دراسة كلية الحقوق لانهم جهلة ما قروش حتى الكتب دي ولا قروا التاريخ ولا قروا حاجة. لو قروا التاريخ وعرفوا التطور التفكير يقوم يهدوا شوية، يهدوا، يقوم يودوا أولادهم كلية حقوق، مفيش مشكلة. وتوقف الزائر على الإجازة، بيقول لك وإن لم ترضى الورثة إن لم تكن لوارث، وتنفذ وصيته بالثلث وإن لم ترضى الورثة، في حدود الثلث ننفذها رغما عن أنف الورثة. طب لو كانت لوارث بإجازة الورثة. واضح؟ وإلا توقفت على إجازة باقي الورثة، وإن قلت فإن أوصى بزائد على الثلث توقف الزائد على الإجازة. واضح؟ وللموصي له بالثلث أن يترك. افرض إن أنا وصيت لابن أخويا الواد اليتيم اللي أنا بربيه ابن أخويا، فقاموا إيه؟ ولادي كلهم زعلانين، ابونا يدي لابن عمنا، طب ما احنا اولى، ده احنا اولاده، زعلانين بعد ما مت، فجابوا ابن عمهم وضغطوا عليه له ان يتنازل، يقول لهم خلاص انا مش عايز الم بحد زعلكم، مش عارف يعني مش ملزم ان هو يقبل. وللموصى له ان يترك الوصيه، يقول لك مش عايز خلاص وصيتها، ده هتعمل نكد في العيله وهتعمل قطيعه رحم وهيزعلوا مني وهدخل اشاركهم في الارض وهم مش عارف ايه متعصبين، خلاص اما نبقى اولاد عمومه حلوين احسن ما اخد انا جزء ونفضل متعادين. في ناس بتفكر كده، يقول لك المحبه احلى من المال. وعشان كده بيقول لك وللموصى له بالثلث ان يتركه، لولا ان المصلحه في تركه ما يجراش حاجه، مش لازم يقبله يعني. واضح؟ وقول وهو اي ما زاد على الثلث، وقول ثلث التركة أشار به إلى أن المعتبر ما زاد على الثلث بعد الموت، حيث أضاف الثلثين إلى التركة لا عند الوصية ونحوها. وقوله لأجل حق الورثة، طب ليه إحنا بنحجر عليه فيما زاد عن الثلث؟ لأجل مصلحة الورثة، لأجل حق الورثة. يبقى العلة في الحجر على المريض المخوف مرضه لأجل حق الورثة.
علة للحجر عليه فيما زاد على الثلث، ولذلك توقف تبرعه بالزائد على الثلث على إجازتهم كما مر. قول هذا إن لم يكن على المريض دين، هذا مبتدأ والخبر محذوف، أي الحجر عليه كائن فيما زاد على الثلث فقط دون الثلث، إن لم يكن على المريض دين، أي مستغرق. دين مستغرق يعني يستغرق ماله أو أكثر من الثلث، أخذا مما بعده بأن لم يكن عليه دين أصلا أو كان عليه دين غير مستغرق. وقوله حجر عليه في الثلث وما زاد عليه، لأن الدين مقدم على غيره، مش ربنا بيقول للورثة ياخدوا ايه من بعد وصية يوصي بيها او دين، يبقى الارث بعد الوصية والدين، يبقى الدين مقدم على الارث. فهمتني ازاي؟ يبقى لو كان عليه ديون يبقى محجرش عليه من اجل الورثة يسدد ديون، واضح؟ لان الدين مقدم على غيره، وهذا على طريقة ابن حجر، وتبعه عليه الشارح والخطيب، الشارح اللي هو ابن قاسم، والخطيب اللي هو خطيب الشربيني، وابن حجر الهيتامي مش ابن حجر العسقلاني، كويس؟ يبقى دول قالوا كده، قالوا الكلام اللي فات ده اللي هو ايه، اللي هو لو عليه دين ما نحجرش عليه طالما بيسد الدين، واضح؟ لكن الامام الرملي خالفهم، قال لهم لا، ده اصحاب الدين ممكن اصلا يتنازلوا ويجروه، ليه احجر عليه؟ ده ممكن لما يجي يموت يصعب عليهم يقول لك خلاص احنا يا عم مش عايزين منك فلوس، يبقى انا كده ضريت الورثه. فهم؟ يبقى انا ما احجرش عليه الا اذا بان ان ان اهل الدائنين مش هيجروه. فهم؟ يبقى افضل اخليه يعني محجور عليه، واخد بالك ازاي، ولا اعطيه حرية التصرف في سداد ديني. فهمت ازاي؟ يعني اخد دينه من ماله الذي تركه الا بعد ما اشوف الدائنين هل حتجود نفوسهم بالدين فيتركوه فيبقى الورثة يقبضوا ولا ياخدوه. يبقى ابن حجر الهيتمي ومن وافقه قال لك لا، نرفع عنه الحجر طالما عليه ديون. الرملي قال لك لا، واخد بالك اهو، والذي اعتمد الرملي انه لا يحجر عليه في الثلث وان كان عليه دين مستغر، ما نحجرش عليه في التلف، نخليه يتصرف برضه في التلف ولو كان دينه مستغر. يبقى ابن حجر قال لك نحجر، ما نحجر عليه في الثلث، واخد بالك ازاي؟ الرملي قال لك لا، ما نحجرش عليه في التلف وان كان عليه دين مستغر، كما قاله الشيخان اللي هو الرافعي والنووي، الشيخان يعني الرافعي والنووي، لاحتمال سقوطه بإبراء أو قضاء ولو من أجنبي تبرعا. ده ممكن واحد حبيبه يقول ديونه عليا تبرعا كده فيقضي عنه، كويس؟ أو إن هم نفسه يبروه، وعشان كده ما نحجرش عليه في الثلث، ده على رأي الرملي. وعلى فكرة إذا اختلف الرملي وابن حجر الهيتمي نرجح كلام الرملي في شفعية مصر وشفعية اليمن، يرجحوا ابن حجر الهيتمي إذا اختلف الرمل ابن مصر بقى على أرضه وابن جمهوره. لا، ابن حجر العسقلاني كان فقيها لكن يغلب عليه ايه؟ الحديث. فإذا كتب في كتب الحديث ابن حجر يبقى العسقلاني، وإذا كتب في كتب الفقه ابن حجر يبقى الهيتمي، سهل؟ طب اخلص السطر ده وبعدين اسال. ليه ابن الامام الرملي بيقول لك احنا مش هنحجر عليه في الثلث؟ قال لك الاحتمال ان هو يبرى من دينه او يقضى تبرعا من اجنبي، واضح؟ فان لم يسقط عنه بشيء تبين عدم صحه تصرفه، يعني اصبر شويه، انا ما احجرش عليه لحد ما يظهر، لو ظهر ان هم بيطالبوا بحقوقهم خلاص حجرنا عليه، ما طلبوش بحقوقهم وابروه يبقى ما نحجرش عليه. فهمت بقى الكلام ابن الرملي؟ ده كلام الرملي، انما ابن حجر قال لك لا، نحجر عليه على طول.
طالما عليه دين. قول والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة ده نوع تاني من المحظور عليهم. أي أيوة طلب بيؤخذ الدين يقسم على الورثة بنصيب الإرث وكل واحد القاضي مش في قاضي في حكومة مش في حكومة فالحكومة تلزمهم تروح يرفع قضية والحكومة تروح لماهم كلهم وتحجر عليهم وتدي له دين على طول كده ما دي مثل الحكومة وإلا ناس تاكل أكل الباطل مش كده بس الحكومة مهمة ولو ظالمة شوف حتى حكومة ولو ظالمة أحسن من لا حكومة أنت مثلا لو حد مثلا هيسرق عربيتك تقول له يا بوليس يا عسكري يجري طب افرض بقى هيسرق عربيتك ومفيش لا بوليس ولا عسكري خلاص هياخدها كده بقينا في الصحراء زي اللي عايشين في الصحراء زمان يهجم على اي حد ياخد منه حاجته وبتاعه ويقلعه هدومه ويسيبه ماشي مهما زعق مش لاقي حد ما ينفعش ممكن تروح بيتك تلاقي واحد قاعد فيه واكلمك جد كسر الباب وقاعد داخل وجاب بيته وعياله ومراته قاعد تيجي مروح انت بالليل تعبان عايز تنام ايه ده ايه جاي ليه ده بيتي لا بيتك ايه ما تعرفكش اجري روح تعمل ايه لو مفيش حكومه هتروح هتعمل ايه ضاع بيتك انما في حكومه يا سلام ده نجيب البوليس والبوكس والشهود والجيران ونلمه بعزال ونرميه في الشارع ويمكنوني في بيتي تاني وارفع عليه قضيه يصلح لي الباب اللي كسره كمان فهمت ازاي وبقيت هو في الاسم شفت بقى ميزه وجود حكومه هذه الحكاية إنما الفوضى وش والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة ده نوع تاني من إيه من المحجور عليهم العبد الذي لم يؤذن له في التجارة العبد ملوش ذمة مالية لأنه ده عبد ملك سيده فطالما سيده لم يأذن له في التجارة يبقى تصرفاته محجور عليها مش مقبولة واخد بالك إزاي والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة أي ولو مكلفا رشيدا أما المكلف الرشيد فلا يصح تصرفه بغير إذن السيد مكاتبا كان أو غيره بالنسبة للتبرعات في المكاتب والحق المكاتب اللي هو إيه اللي هو بيشتري نفسه من سيده بأقساط والحجر على المكاتب لحق الله والسيد معا ليه بنحجر على المكاتب لحق الله لأن ربنا أمرنا بالكتابة فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا فأنا التزمت أمر الله وقبلت ورحت كتبته مع أنه عبد لكن أنا التزمت أمر الله ووافقت أن الواد يشتري نفسه مني وعلى أقساط ما يجرش حاجة مع أن أنا ممكن أروح أبيعه كاش في السوق بس أنا جدعانة كده مني عشان أنا التزمت أمر الله وربنا قال لي وإن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وأتوا من مال الله الذي أتاكم فكتبته يبقى الحجر على المكاتب ده من اجل حق الله لان الدافع ليا ان انا اقبل المكاتبه دي هو امر الله وكمان فيه غير امر الله كمان حقي عليه ده انا سيده ده انا اللي ربيته ده انا جايبه مستوه وهو عيل صغير وانا ربيته وعلمته وعلمته الصنعه وعلمته كل حاجه لحد ما بقى راجل يقدر يكسب وبعد كله يجي يتصرف في مالي من غير اذني ما ينفعش فهمت عشان كده يبقى الحجر على المكاتب من اجل حق الله وحق السيد اللي هو مالكه وعلى غيره طب افرض رقيق تاني مش مكاتب لحق السيد بس لانه ما ينفعش يتصرف في ملك غيره من غير اذنه واما غير الرشيد المكلف فلا يصح تصرفه المال وان اذن له سيد انا عندي عبد بالغ مكلف يعني بالغ لكنه أهبل غير رشيد مش شاطر في التجارة مش ناصح فلا يصح تصرفه ولو أذنت له حتى ولو أذنت أنا لي لأنه ده سفيه يبقى العبد المكلف الرشيد يصح تصرفه بإذن سيده طب والمكلف غير الرشيد لا يصح تصرفه ولو بإذن سيده واضح؟ نعم للسفيه قبول نحو الهبة والوصية وإنها هو سيده هو طب هو سفيه صحيح ما يتصرفش في المال لكن افرض المال جاي له لحد ده واحد بيوهب له مال
بيدي له هدية، له أن يقبلها لأن دي فيها ميزة فيها مصلحة، فاهم؟ لسه فيه قبول نحو الهبة والوصية. واحد وصله بتلت ماله كان على وفاء على بتاع، ففجأة بص لقى نفسه بقى من الأعيان وجاي له مال قد كده، يقبلها بالرغم سفاهته، بس مين يملكها؟ سيده. اللي هيملكها سيده لأن هو اللي بيصرف عليه، فاهم؟ هو أصلا ملوش ذمة مالية. لست فيه قبول نحو الهبة والوصية وإن نهاه سيده، ويسلم له المال لا للرقيق، يعني يسلم المال للسيد لا للرقيق، واضح؟ ويدخل في ملكه قهرا عنه، ويدخل في ملك السيد قهرا عنه، لأن خلص بقى ماله، لازم يبقى لي صاحب، أنا بقيته في الشارع ملكك قهرا عنه، مش عايزه خلاص بيعه، لكن ملكك، نسيب المال ده من غير صاحب، فهمت؟ يوم بقى عرضة للسرقة. قوله فلا يصح تصرفه بغير إذن سيده، أي في المعاملات، بخلاف العبادات ده مكلف، صلاته تمشي، صيام يمشي، لكن معاملاته ما تمشيش، حجه لازم بإذن سيده لأنه في سفر، واضح؟ أي في المعاملات بخلاف العبادات فتصح ولو من غير إذن سيده. طبعا كلمة العبادات هنا يستثنى من الحج وما فيه سفر لأنه لازم يبقى بإذن سيده. وبخلاف الولايات فلا تصح ولو بإذن سيده، ما ينفعش نعينه وزير حتى لو سيده أذن له والحاكم قال إن الواد ده واد كويس كده محترم وتعلم الطب خليه وزير صحة، ما ينفعش، ما ينفعش الولاية يتولاها رقيق. عشان كده سيدنا العز بن عبد السلام عمل ايه في المماليك؟ قال لهم بيعوا نفسكم الاول عشان تصح ولايتكم، لازم تباعوا في الاسواق وبعدين تعتقوا وتبقوا احرار عشان تصح. ففعل باعوا نفسهم في الاسواق عملوا مزاد، وبعدين اشتروا نفسهم باموالهم لانه كانوا اغنياء، وخدوا الاموال دي حطوها في بيت مال المسلمين، وبعدين بقوا احرار وقال لهم كده تصح الولايه بتاعتكم، انما طول ما انتم عبيد كده ومماليك ما ينفعش، ما بيكونش سمع ولا طاعه ولا تصلح لكم ولايه اصلا. ودي كانت وقفه قويه لسيدنا العز بن السلام في حين المماليك دول كانوا جبابره يعني كلهم جنود ووراهم عساكر ووراهم جيوش وعالم ما كانش حد يقدر يكلمهم، دخل فيهم شمال واداهم وباعهم، باعهم في سوق الرقيق واشتروا نفسهم بنفسهم وخدوا المال ده حطوه في خزانه الدوله بيت مال المسلمين، وبعدين حرروا نفسهم وبقوا رؤساء بعد كده، فاهم؟ وده اصل كلمه ولاد ناس على الحكام، لان المماليك دول كان عيال عبيد جايين من اقطار الارض مش معروف مين ولادهم مين ابائهم، ما لهمش عيله، يعني فلان ده ابن مين، قطز ابن مين، بيبرس ابن مين، ما تعرفش، ما نعرفش لا عيلته ولا ابوه ولا امه ولا حاجه، لان دول عيال متاخده كده من البانيا ومن يوغوسلافيا ومن مش عارف مين ومن طشقند، اتلموا واتربوا في معسكرات وتعلموا الجنديه وطلعوا عيال اكابر عتاوله محاربين، وفجاه بقوا السلطه في ايديهم، ما نعرفش مين هو ابائهم. عشان كده دلوقتي لحد دلوقتي اهل السلطه لما حد يسالوه يقولوا له ده ابن ناس، يعني من اهل السلطه. لحد دلوقتي العوام المصريين يقول لك ابن ناس، يعني ابن ناس على مين؟ يعني بيقرا المسؤول كبير، لان كان زمان المماليك مش معروف ليهم نسب، يقول لك ده ابن ناس يعني اهله، دي معروفه عند ايه المصريين العوام، يمكن انتوا الماليزيين ما يعرفوش الاعتبار ده، يعني لما يلاقوا واحد ابوه وزير يقوموا يسالوا عليه يقول لك ده ابن ناس يعني ابوه حاكم، فهمت؟ لعدم علمهم بنسب المماليك اللي هم حكموا مصر سنين طويله. يبقى وبخلاف الولايات فلا تصح ولو باذن سيده. فتحصل ان تصرفاته، يعني تصرفات العبد ثلاثه اقسام، قسم يصح باذن سيده وهو المعاملات، وقسم يصح ولو بغير اذن سيده وهو العبادات،
وقسم لا يصح ولو بإذن سيده وهو الولايات. فهمت كلام الشيخ؟ طيب. وسكت المصنف عن أشياء من الحجر، تقدم أن بعضهم أنهاها إلى نحو 70. طبعا الحجر ده كتير قوي، أنت ممكن تجيب من الحجر، أنا ألف لك حاجات من غير ما أراها، طالما أنت عندك بقى ملكة فقهية تعرف تطلع حجر كتير من الشرع الشريف. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يبقى محجور عليك البيع إذا نودي لصلاة الجمعة، هذا نوع من الحجر. مش كده بقى؟ روح بقى اتكلم كتير بقى، نجيب أنواع كتير. طيب إذا كنت حر محرم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يبقى حجر عليك الصيد إذا كنت محرما، حجر. مش كده برضو؟ يبقى أنواع كتير، اقعد بقى اتكلم كتير حاجات كتير. طيب متزوج 4 لا يصح أن يتزوج 5، يبقى حجر عليه الشرع أن يتزوج 5، نوع من الحجر. صح ولا لا؟ اقعد بقى اتكلم بقى حجر كتير، اقعد بقى لدرجة نفسه صلى 70. واضح؟ محجور عليك انك تتجوز اخت مراتك وانت متجوز مراتك، حجر اهو. فهمتني ازاي؟ كتير. محجور عليك انك انت تطلق مرات صاحبك لان مالكش عصمه عليه. وهكذا حاجات كتيره بقى. اقعد بقى ايه اتكلم زي ما انت عايز. عشان كده العلماء لما يقعدوا يفصصوا بقى كتير يطلع انواع كتيره، كل شويه واحد يفصص، فناس وصلوها ل 70 ما يجراش حاجه، ممكن واحد يوصلها ل 40، واحد يوصلها 90، واحد ما يجراش حاجه. لكن انت ممكن نبحث في هذا الامر المره القادمه مثلا. هتلاقي في كتب كتيره فيها. تقدم ان بعضهم انها الى نحو 70، فراجعها ان شئت. وقل من صارت همته لذلك. وقوله مذكوره في المطولات اي كالمهمات، كتاب اسمه المهمات للامام الاسنوي لسه مخطوط، كتاب اسمه المهمات، فإنه أورد فيها 30 نوعا، وسبقه إلى بعضها شيخ السبتي. طبع المهمات والله إمتى؟ ما شاء الله والله كويس. بكام مجلد ولا كم مجلد؟ مجلد واحد، مجلدات عديدة. هات لي بيانات الدور الجاي لان هم طبعوه من ورايا، بس اخر معلومات ليا من 5 سنين انه كان مخطوط المهمات للاسنوي في مكتبة دار السلام. طب كويس. قوله منها الحجر الى اخره، ومنها اي ايضا الحجر على السيد في المكاتب، اهو نوعه السيد الذي كاتب عبده باقساط محجور عليه انه يبيعه. شفت ازاي؟ او نوعه من الحجر. والحجر على المالك في المبيع قبل قبضه. انا الوقت بعت سيارتي وقبضت منك الفلوس، ينفع بيعها تاني وهي في ايدي؟ ينفع بيع السياره تاني وهي في ايدي؟ محجور علي لان انا بعتها، هبيعها تاني نصاب. واضح؟ والحجر على المالك في المبيع قبل قبضه، يعني قبل قبضه من ايه؟ من المشتري. والمغصوب والآبك وغير ذلك. انا غاصب حاجه، بلاش انا بقى، يعني هو عشان ياخدوا فالكم من عيالكم. واخد بالك؟ واحد غصب شيء، خدها كده غصب، ما ينفعش يبيعه لانه لا يملكه، فمحجور عليه. عبد آبق من سيده، هرب وجابت عندي شقتي، انفع بيعه؟ ما ينفعش ابيع الآبق ده مع انه عبد، ماخدوش انا عند العبيد وبيعه. قوله على المرتد، اهو نوع من المحجور عليهم المرتد برضه. ويرتفع الحجر عنه باسلامه، ويتبين نفوذ تصرفه ان احتمل الوقف او التعليق كالعتق والتدبير، والا فهو باطل كالبيع والشراء. يبقى الحجر على المرتد يرتفع بإسلامه. طب افرض في فترة ردته الأسبوع الاثنين الثلاثة اللي ارتد فيهم دول قبل ما يسلم تاني ويعود، اتصرف تصرفات معلقة، قال لعبده بعد ما موت انت حر،
فهمتني ازاي؟ فدي حاجات امور معلقه مش نافذه بالحال. لما يسلم تقع تعتبر تصرفاته دي تبقى معتبر. واضح؟ ويرتفع الحجر عنه بإسلامه ويتبين نفوس تصرفه إن احتمل الوقف أي التعليق كالعتق والتدبير، وإلا فهو باطل كالبيع والشراء. قوله لحق المسلمين، طب احنا بنحجر على المرتد لمين؟ لحق المسلمين، لأن هو لما يبقى مرتد وكان راجل مليونير ورجل أعمال مشهور وسايب مليارات وضياع وأموال طائلة وجرتد، ولاده المسلمين دول مش هيورثوه لأن لا يتوارث دينا، فهمتني ازاي؟ طب والمال ده يروح لمين؟ ده هو كسبه في بلاد المسلمين من جهد المسلمين، يروح الحكومة تحجر على المال ده وتستتيبه. تاب خير وبركة خد مالك، ما تابش المال ده يروح بيت مال المسلمين، فهمتني ازاي؟ يبقى مال عام للمسلمين، يبقى بنحجر عليه لمصلحة المسلمين لحق المسلمين. علة للحجر على المرتد، وذلك لأنه إذا مات مرتدا صار ماله فيئا للمسلمين. ونوع تاني من المحجور عليهم على الراهن، أنا دلوقتي اشتريت سيارة، البنك اشتراها لي كاش وأنا اشتريتها من البنك تقسيط، يجي البنك يقول إيه حظر بيع لمدة 5 سنين او ده حجر، مش كده برضو؟ تلاقي رخصة السيارة مكتوب عليه كده حظر بيع لمدة كذا، ايه اللي حجر عليا؟ البنك، لان انا بالظبط كأن البنك رهن عندي السيارة دي لحين ما ياخد تمن، ولما رهنها عندي واخد بالك ازاي بقيت انا محجور التصرف فيه. صورة تانية للحاضر للحجر، ان انا اديتك الساعة بتاعتي ضمان لحين ما اجيب لك ثمن الكتاب اللي اشتريته منك. انا رحت مكتبة دار السلام هشتري كتاب المهمات للاسنوي، حاطط في جيبي 10 جنيه، فقال لي ده الكتاب ده ب 400 جنيه او 300 جنيه زي ما يقول، وانا شايف ان دي النسخة الاخيرة وخايف على ما اجيله بكرة تخلص، اروح اقول له شوف خد الساعة اهي وخد الموبايل وهاخد الكتاب واجي بكرة اجيب لك الفلوس وتديني حاجة، يبقى انا رهنت الحاجة. ما ينفعش بقى وانا راهن الساعة والموبايل عنده امشي في الطريق اقول للواحد تشتري الموبايل بتاعي ماركته كذا، ما ينفعش، فهمتني ازاي؟ يبقى محجور عليا فيه في الحاجات دي، فهمتني بقى ازاي؟ قوله على الراهن اي المقبض للرهن، يبقى الراهن اللي هو ايه؟ ادى الرهن، والمرتهن اللي هو قبض الرهن، والمرهون اللي هي الساعة والموبايل، سهلة، والمرهون به اللي هو كتاب المهمات، مش كده برضه؟ يبقى في راهن ومرتهن ورهن ومرهون به، واضح سهلة؟ قوله على الراهن أي المقبض للرهن بخلافه قبل القبض. ويرتفع الحجر قبل ما يقبض مني الموبايل والساعة عشان يرهنهم عنده مقابل ان انا اجيب له الثمن بعد فترة، ممكن ان انا ابيع ايه الموبايل على باب المكتبة واخد ثمنه واروح اديله، صح؟ يبقى مش مرهون عليا ان انا ابيع الموبايل طالما لسه ما قبضوش، يعني قبل القبض مش مرهون، اول ما يقبضوا وياخدوا مني بقى خلاص وقع الرهن الحجر، يبقى الحجر يكون بعد القبض لا قبل القبض، واضح؟ اي المقبض على الراهن اي المقبض للرهن بخلافه قبل القبض، يعني قبل قبض المرتهن. ويرتفع الحجر عنه امتى؟ بوفاء الدين بقى. انا جيت له تاني يوم اديته ال 300 جنيه هات بقى الموبايل، ارتفع الحجر، ابيعه ما ابيعوش، اكسره ارميه في الشارع، انا حر بقى بمالي، واضح؟ ويرتفع الحجر عنه بوفاء جميع الدين،
قوله لحق المرتهن علة للحجر على الراهن في المرهون فلا يتصرف فيه إلا بإذن المرتهن. ونقف على كلمة وتصرف الصبي المرة الجاية، لأن أبواب الفقه دي عايزة رواقة، مش عايزة تقعد كتير لحسن بتصدع. أنا شايف إن دروس الفقه في الأبواب دي صعبة في تدريسها، فأنا عايز أهرب، إيه رأيكم؟ ها؟ نكمل يعني في نفس الأبواب دي؟ مبسوطين مستمتعين؟ ها؟ ها؟ طريقة سلسة يعني هو الباب يعني هي سلسة، بس عشان أنا أصرحها بالسلاسة دي ببذل مجهود. أيوه طبعًا. ربنا يعيننا جميعا ان شاء الله الاثنين القادم بعد صلاة العشاء، لحد ما يبقى التوقيت صيفي يبقى بعد المغرب، اول ما يخلوا التوقيت صيفي نخليها بعد المغرب، ماليش دعوة زي ما الحكومة يمكن ما يعملوهاش، يمكن الحكومة تغير رأيها ونعرف. هم بقالهم 20 سنة كل سنة يقولك هنغير رأينا ولسه ما بيغيروش. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.